اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه الاهلي والمصري. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. طيب من هو نجم هذه المباراه؟ محمد الشناوي طبعا. على طول؟ يمكن ارقامه بقى. في البدايه الاول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللاعبين، الفوز ال15 على التوالي. يمكن النادي الاهلي بيحلق في الصداره برصيد 45 نقطه، الفوز ده بيخلي الفرق 13 نقطه عن نادي المقاولين، والنادي الاهلي ليه ماتشين مباراتين مؤجلتين عن نادي المقاولين، وفارق 23 نقطه عن نادي الزمالك. نادي الزمالك لعب نفس عدد المباريات بتاع النادي الاهلي. كام نقطه؟ 23 نقطه. 23؟ 23 نقطه عن نادي الزمالك و13 نقطه عن نادي المقاولين. يمكن التغييرات، يمكن طبعا النادي المصري زي ما قلنا قبل المباراه اعتمد على لعبه واحده. ايه هي اللعبه الواحده اللي احنا كنا بنقول عليها؟ اللي هو بيجمعوا اللعب في جنب واحد مثلا ناحيه الشمال، وتلاقي عمر كمال عبد الواحد اللي هو الظهير الايسر بيلعب تمرير طولي في ظهر علي معلول لاحمد ياسر. مزبوط. نفس اللعبه اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه، برضه هنا بيتجمع اللعب او بيلعبها الكريم العراقي. شفنا اللعبه دي كتير جدا، التمريرات الطوليه في ظهر الباكات كانت لعب اهي واحده بينهم. دي بالظبط دي اول حاله اهي، نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا عليها قبل المباراه اللي هي التمرير الطولي في ظهر يعني يجمعوا اللعب في حته وتلعب تمرير طولي في ظهر. ده كان فكر كابتن ايهاب جلال من اول الموسم مع النادي المصري. يمكن تغييرات فايلر بصراحه النهارده ولا اروع. يمكن هو فايلر بيستفاد من المباريات السابقه، يعني مثلا ماتش الهلال السوداني كنا كسبانين 1-0، عمل 3 تغييرات هجوميه، كانت تغييرات كهربا وليد سليمان بادجي. النهارده ايه؟ النهارده حس ان الفرقه يمكن فنيا او هم النادي المصري كان ممكن يتعادل والنتيجه 1-0. مظبوط. فعمل ايه؟ قال لك أأمن، ادفع بارتكاز ثالث. طبعا هو الاول بدا ب 4-2-3-1. دي اول حاجه. بعد كده لما دفع بكهربا وجرالدو حول طريقه لعب النادي الاهلي الى 4-4-2 براسين حربه بوجود مروان محسن واجايه. بعد كده يعني كانت 4-2-3-1 اتحولت ل 4-4-2. بعد كده محمود متولي لما نزل لعب بثلاثه ارتكاز، وهنا تغييره محمود متولي كانت يعني الثلاث تغييرات بصراحه كانوا 10 على 10، ولكن تغييره محمود متولي هي اللي اديتك الاستحواذ والسيطره في وسط الملعب واديتك ورجعتك تاني لمجريات المباراه. مزبوط. يمكن الجون بتاع كهربا حتى محمود متولي لما نزل هو اللي عامل التمريره الطوليه لكهربا. كهربا بقى لعيب كبير جدا، هو اللي بيديك بيحرز هدف بيصنع هدف. لا لعيب يعني لعيب كبير جدا بصراحه، ولكن التغييرات بتاعه فايلر زي ما بقول لحضرتك فرقت. هو بيستفاد من التجارب السابقه، يعني ماتش الهلال السوداني دفع بثلاث اوراق هجوميه، النهارده قال لك لا مهم جدا ان انا ادفع بواحد زي محمود متولي، احس ان الماتش النهارده ممكن يهرب مني، فلا اقفل وسط الملعب. ده المدرب الشاطر اللي هو بيقفل وسط الملعب وفي نفس الوقت العب على هجمه مرتده، وحصل وكان بها فرقه المصري فتحت، وبالتالي قدرت ان انت تستغل هجمات مرتده، رغم ان مثلا يعني عدد تمريرات المصري اكبر من عدد تمريرات الاهلي، المحاولات برده كان اكتر، ولكن دي شطاره مدرب. ايوه. في تغييراته، بص حضرتك ادي محمود متولي لما نزل قطع الكوره وادى التمرير الطولي على طول لكهربا، كهربا هيعدي من واحد والتاني وهيجيب جول، وبالتالي التغييرات تحسب لريني فايلر. ممكن برده ريني فايلر ادي اسيست كهربا لجونيور اجاييه، حول برضه اجاييه، انت بتحول من اسلوب اللعب المباشر ان انت بتستخدم مروان محسن لوجود اجاييه كمهاجم وهمي. يمكن بالارقام محمد الشناوي الحارس الكبير هو من يصنع الفارق لفريقه. النهارده محمد الشناوي بيوصل للانقاذ رقم 24 مع النادي الاهلي في الدوري، 24 انقاذ. محمد الشناوي وصل الى الكلين شيت رقم 12. يمكن لو استعرضنا ارقام دي اول نستعرض ارقام محمد الشناوي هنبص نلاقي ان هو اكتر مباراه محمد الشناوي انقذ فيها انقاذات فرص محققه، اكتر مباراه في الدوري كله من اول الدوري النهارده. تصدى لخمس انقاذات منهم انفرادين محققين. ايوه. اكتر مباراه قام بالتصدي الصحيح للتسديدات، 7 تسديدات بالتساوي مع مباراه المقاولين العرب. اكتر مباراتين تصدى فيهم لتسديدات ماتش المصري وماتش المقاولين. العرضيات 2 من 2 بنسبه نجاح 100%. خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 2. عمل كام تمريره طوليه؟ 24 تمريره طوليه، ونركز في الرقم ده، منهم 8 صح. الكلين شيت رقم 12 في الدوري، على فكره لسه له ماتش ويكسر رقمه السنه اللي فاتت كلها كان عنده 13 كلين شيت. أيوة. ولكن الرقم المهم كمان لمحمد الشناوي غير سرعه رد الفعل، غير يحسب لمدرب الحراس تطوير محمد الشناوي في تحضير الهجمه من الخلف. النهارده بيعمل 24 تمريره طوليه،
معانا اكتر من لاعب لمحمد الشناوي، هو اللي بيحضر الهجمه من الخلف يعني دي اول واحده محمد الشناوي لعبها ليه علي معلول، ده جون عنده موهبه التمرير من الطولي من ورا، بص حضرتك لعبها لعلي معلول من ورا الباك، وبالتالي واحده منتهى يعني الجمال. برده في واحده تانية اللي هي بتاعت مروان محسن اللي جت هدف واتحسب التسلل اهي، ديت مروان ده الشناوي بيلعب ده الجون لما يكون بيلعب حارس المرمى لما يكون بيلعب برجله كويس بتفرق كتير جدا، خاصه في فكره الفرقه اللي بتلعب على الاستحواذ. وهنا ريني فايلر دور مدرب الحراس بصمته واضحه على محمد الشناوي بصراحه، دوره تطوير النهارده محمد الشناوي، انا بعتبره النهارده حتى الان ربنا يحفظه يعني لاعب الموسم للنادي الاهلي من يعني في ال 15 مباراه، كل ماتش يمكن بينافس على رجل. بص حضرتك لاعب اهو تمرير طولي اهو، لا يعني ده حتى الكوره يعني ده الهدف الثالث هنا استاذ سمير جايبها لنا، واستاذ عادل طبعا هو اللي يعني جاب اللعبه ديت ان هي دي الهدف الثالث جاي من عند محمد الشناوي. تمام، اذا قول لنا ارقام بقى محمد الشناوي. يمكن هو التصدي صحيح للتسديدات سبعة، قلنا ان هو اكتر مباراه تصدى فيها صحيح للتسديدات. ايوه. اكتر مباراه عمل فيها انقاذات. ايوه. زي ما قلنا خمسه، وصدى انفرادين وعرضيتين صحيح اثنين، خروج صحيح من المرمى اثنين، وليه 24 تمريره طوليه، كلين شيت ده رقم 12. طيب رقم اثنين في التقييم جونيور اجاييه، جونيور اجاييه لما راح راس حربه كمهاجم وهمي في الشوط الثاني فرق كتير جدا بصراحه، لما بيلعب راس حربه يعني من افضل رؤوس الحربه حاليا في الدوري المصري لما بيروح حته راس الحربه وصل. يعني مش قوي ده لعيب ما ده بيرقص بوسطه. مش قوي بس اسمع كلامي، مش قوي بعد الكام ماتش اللي جايين نبقى نقول. ماشي، بيعجبني في اجاي ان هو بيرقص بوسطه، اللعيب اللي بيرقص بوسطه ده اللي هو فكره عالي قوي، بيوصل لهدفه الخامس في الدوري والاسيست الثاني، الهدف الخامس لو استعرضنا ارقام جونيور اجاييه هنلاقي ان هو لاعب 90 دقيقه احرز هدف، ادي دي الترقيصه اللي فيها الترقيصه اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي ترقيصه الوسط اللي هي طبعا كهربا لعيب حريف قوي، لا مش دي ده دي اللي هدف بقى بالوسط دي برضه بس في لا الاسيست بقى هنلاقي في ترقيصه بالمكار، يعني جونيور اجاييه احرز هدف وصنع هدف ليه محاوله واحده على المرمى، يعني هو احرز هدف وصنع هدف وليه محاوله على المرمى لما راح كمهاجم وهمي. مظبوط، فبالتالي جونيور وكمان رقم مميز قوي ان هو اكتر لاعب في الرباعي الامامي قطع الكوره، اهو ارقامنا على الشاشه قدامه على الشاشه، اكتر لاعب في الرباعي الامامي قطع الكوره 7 مرات، فقد الكوره 5 مرات، كمان تاني اكتر لاعب صنع فرص، الاول علي معلول التاني جونيور اجاييه، فرصتين ليه محاوله واحده بس على المرمى لما راح كمهاجم وهمي، ليه 2 مراوغه ناجحه، حصل على خطأين، نسبة دقة تمريراته 74%، وبالتالي جونيور اجاييه بيستحق برضه تقييم عالي. رقم 3 اجاييه الله عليه، حلو طبعا عليه. مكار. نيجي بقى لكهربا، كهربا يعتبر حاليا افضل بديل في الدوري بالارقام. ايوه. وصل لهدفه الكام؟ هدفه الثالث والاسيست الثالث مع النادي الاهلي، يمكن كهربا ما تحسش ان هو شارك كتير ولكن هو دي المشاركة الستة كبديل. احرز 3 اهداف وصنع 3 اهداف، ميزة كهربا زي ما قلنا من اول يوم جه النادي الاهلي الفاعلية على المرمى، الفاعلية مع الفرقة، بيعرف يجيب جون وبيعرف يصنع اهداف. عنده ده بقى مساهم في 6 اهداف كهربا. مساهم في 6 اهداف، احرز 3 اهداف وصنع 3 اهداف. يعني بص حضرتك التحرك الكتري بتاع كهربا، كهربا كان على الورق جناح ايمن سواء لما لعبنا 4-4-2 او 4-3-2-1، وبالتالي ده تحرك كتري ممتاز من كهربا وسجل فيها الهدف. النهارده ارقام كهربا برده ممتازه. انا اعتقد ان تمام احرز هدف، صنع هدف، اكتر واحد عمل مراوغات ناجحه، واكتر واحد عمل محاولات صحيحه، يعني كهربا نزل في الدقيقه 59 يعني لعب 31 دقيقه، احرز هدف، صنع هدف، أكتر من قام بمراوغات ناجحة 3، وأكتر من قام بمحاولات صحيحة 2، نسبة دقة محاولاته 100%، نسبة دقة تمريراته 100%، ووقع في التسلل مرتين، إذا الفاعلية هنا أنت بتتكلم في واحد نزل عمل محاولتين على المرمى بنسبة دقة 100%، أكتر واحد عمل مراوغات ناجحة، نسبة دقة تمريرات ممتازة، إذا كهربا جاي. أنت النهاردة أهم مكسب من المباراة طبعًا غير الفوز، غير تألق الشناوي، غير الحاجات دي كلها، وجود لعيب زي كهربا. أنت محتاج واحد زي كهربا في المباريات اللي جاية. مهم جدا، جناح ايسر ممتاز جدا، وما ننساش برده جرالدو لما نزل بيديك حته السرعات، اسرع جناح موجود في النادي الاهلي حاليا جرالدو، بيديك ايقاع بيغير لك الريتم خالص. ايوه برده نيجي برده قبل بس ما نكمل كلامنا خليني اقول لك ان الفرق 13 نقطه مش 23 نقطه ما بين الاهلي والزمالك. 13 13 نقطه لان الاهلي 45 والزمالك
31 وبالتالي الفرق هيبقى 13 نقطه مش 23 نقطه. سوري 13 ولعبوا نفس العدد من المباريات. بالنسبه بعد كده ل 14 نقطه انا اسف 14 بقى 31 و41 يبقى 14 نقطه 14 نقطه 14 احنا 45 وهم 31 ماشي 45 ونادي الزمالك 31 يبقى الفرق 14 نقطه في نفس العدد من المباريات مظبوط تمام صح. نيجي بعد كده لايمن اشرف النهارده الجندي المجهول قدم مباراه كبيره جدا. ايمن اشرف بصراحه اكتر لاعب قطع الكره في المباراه ايمن اشرف 20 مره يعني ايمن اشرف تحطه باك شمال موجود تحطه مدافع موجود اللعيب ده بصراحه لعيب ممتاز جدا. ايمن اشرف النهارده قطع الكره 20 مره عمل دور مهم جدا في الرقابه على واحد زي محمود وادي بطوله طويل القامه زي رقابته لاحمد ياسر قطع الكره 20 مره. ربيعه برده قطع الكره 19 مره وربيعه كمان النهارده عمل 2 بلوكين لتسديدات دي حاجه مهمه جدا. اذا الاثنين المساكين قدموا مباراه كويسه. برده نيجي لعلي معلول. علي معلول النهارده عمل ارقام جيده يمكن هو اكتر لاعب صنع فرص الاول احرز هدف من ضربه جزاء وحصل وهو اللي جاب ضربه الجزاء. اكتر لاعب عمل تمريرات طوليه من الخلف 14 تمريره طوليه ايوه تمام عمل 8 عرضيات منهم 5 صح. اكتر لاعب صنع فرص في المباراه علي معلول رقم 1 جونيور اجاي رقم 2. علي معلول صنع 3 فرص المحاولات على المرمى 2 حصل على ركله جزاء وحصل على خطا وبالتالي علي معلول برده قدم مباراه كويسه جدا بيحضر الهجمه من تحت بيقطع الكره بشكل كويس. النادي الاهلي النهارده في المباراه كلها عمل كام عرضيه 19 عرضيه منهم 8 لعلي معلول وبالتالي دايما علي معلول بيبقى ركيزه اساسيه في الجبهه اليسرى للنادي الاهلي. احمد فتحي النهارده قدم دور دفاعي كويس ما ننساش برده اليو ديانج. اليو ديانج دوره مهم جدا في استعاده الكره الثانيه النهارده اليو ديانج بيخرج تاني اكتر لاعب قطع الكوره في الماتش قدامنا مزروح. الارقام على الشاشه اكتر واحد عامل تمريرات في الماتش انت النهارده وجود لعيب زي اليو ديانج بيستعيد لك الكوره الثانيه اكتر واحد عامل تمريرات 49 تمريره نسبه دقه تمريراته القصيره 84.4 عمل 4 تمرير طولي 2 من 4 صح استعاد الكوره الثانيه دي اهم حاجه اكتر واحد بيجيب لك الكوره الثانيه بمنتهى السرعه 13 مره محاولات على المرمى 1 وتاني اكتر لاعب قطع الكوره 19 مره وليه 3 مراوغات ناجحه وكمان اليو ديانج ما ارتكبش ولا خطا ودي حاجه تحسب برده لاليو ديانج النهارده ان هو ما ارتكبش ولا خطا. عمرو السوليه قطع الكوره 15 مره احنا قلنا ان ديانج 19 عمرو السوليه 15. عمرو السوليه في التمريرات الطوليه اعلى من ديانج. ديانج عمل 4 2 منهم صح عمرو السوليه عمل 10 5 منهم صح. اذا حته التوازن دايما ان واحد بيبقى دفاعي بيجيب لك الكره الثانيه زي اليو ديانج واحد هو اللي بيديك التمرير الطولي وبيعمل التمريرات زي عمرو السوليه. نيجي برده ليه زي ما قلنا التغييرات جيرالدو كان ليه مراوغتين نجاحتين وعرضيتين التغييرات فرقت بشكل مميز جدا. كهربا احرز هدف وصنع هدف. محمود متولي قلنا ان هو نزوله كارتكاز ثالث في النادي الاهلي جنب بيدك حمايه وهنا نقطه مهمه جدا برده ان وجود لعيب زي محمود متولي ممكن في المباريات الخارجيه في افريقيا زي مثلا مباراه صن داونز اي مباراه بعد كده في افريقيا هتحتاج واحد زي محمود متولي كارتكاز ثالث وهنا الاستفاده الدروس المستفاده لرينيه فايلر من المباريات دي ميزه فايلر ان هو زي ما قلت لحضرتك ان هو بيستفاد من المباريات بيجرب وبيستفاد. النهارده وجود واحد زي محمود متولي جنب ديانج وجنب السوليه 3 ارتكاز هتنفعك في المباريات الخارجيه في افريقيا وان يبقى عندك جناحين طرفين سرعة زي جرالدو وكهربا اعتقد ان دي حاجه مهمه جدا. تمام اذا محمد الشناوي هو من يستحق ان يكون طبعا نجم المباراه نجما لهذه المباراه ومعه جونيور اجاي واليو ديانج وكهربا طبعا وكهربا وعلي معلول بعد كده ولكن معلول. الافضل طبعا بالارقام محمد الشناوي لانه اثر في مجرى المباراه بالكامل يعني. تمام انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا والف مبروك. الله يبارك في حضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي في المباريات الجايه باذن الله ان شاء الله. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس واهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه.